ياقوت الحسين مرشد سياحي بداخل قصبة توريرت. هذه المعلمة التاريخية هي معروفة صعيد محلي حيث مازال ما تكلصت في اليونسكو. دونك هي مبنية 1654، بناها واحد السيد من لافالي دو دغا اللي كيتسمى امغار احمد، وتتسمى دابا قصبة توريرت. توريرت بالامازيغية هي الهضبة، ومبنية غير بالتراب والتبن على الطقس. الطقس في الصيف هنا تيكون سخون، وفي الشتوى تيكون البرد. دونك الحيوط تيكون غراض على خاص على البردية، باش الصيف يكون البرد تهوية، وفي الشتوى تاني تكون سخونية. وبالنسبة لهاد الساحة هادي ديالها خاصة بالحفلات والأعراس، والبهو خاص بدوك الضيوف الرجال. النساء عندهم دوك النوافذ بالشبيك اللي كيتسمى بالمشربي، باش يتشوفوا كل شيء بلا ما يتشافوا. وهذا المدفع هذا كان هدا الحسن الاول الباشا التهامي القلاوي من صنع كروب الالماني صوب 1884. ودابا الحمد لله القصبه راه معروفه، جميع الاجناس ديال العالم كيجيو يزوروها، المغاربه والاجانب، وفيها بزاف ديال الحاجات كنشوفوهم. كاين الزواقه الاسبانيه وكاين الزواقه البربريه، والحمد لله دايره بحال المتاهه الداخل. وبالنسبه للقصبه فيها سكن ديال العبيد، كانوا 20 عائله من جنوب الصحراء، والحاكم اللي كان هنا عنده الحريم والولاد، داكشي علاش تلقى بيت على بيت. ومن ثم كتلقى البيبان محذورين، هذيك على التحيه قبل ما تدخل كدير التحيه بعدا. الحمد لله كل شيء كاين، كاع داك الريزيروار ديال الماء، شاتو ديال الماء لتحت اللي مصاوب من التدلكت، وجميع الناس ديال اللي ساكنين جهه هذيك الواحه ناخيل كيجيبوا الماء ويعمروا داك الشارج ديالهم. وبالنسبه للارضيه راه كاين داك اللي كنسميوه حنا الخزين، وبشلحة ديال سوس تتسمى بأكادير. كل شيء الحمد لله تيكون موجود عندهم، بلاصة البهائم وعندهم بلاصة المأمونة الحمد لله. كان في هذوك اللي كيتسموا القيود ديال القبائل، وحيت ورزازات زمان هي كانت على الطريق ديال القوافل اللي كيجيو من جنوب الصحراء من مالي، تيديروا 52 يوم عاد يوصلوا لمدينة زاكورة، وضروري يدوزوا على ورزازات ولا يديروا الطريق على تفيلالات باش يمشيو لفاس. من هنا كيديروا الكوميرس التجار الكبار. كاين واحد البلاصه اللي فيها الترميم تقريبا فيها واحد السنه ديال الترميم، ربما ان شاء الله ضروري غادي تخلص ان شاء الله في التراث العالميه، بحال قصر ايت بن حدو. بزاف جميع الاجناس تيجيو كيزوروا هذه القصبه ديال توريرت. تقريبا دابا ولات دابا واحد الشونجمون ديال السياحه، ولات كثرات كاع السياحه بالعكس. دابا كل شيء السنه الحمد لله كاين بالضبط في دوك العطل المدرسيه، وفي العطل ديال الدينيه ديالهم حتى هما. الحمد لله كاين الاقبال.